أنا أجبت عن هذا السؤال، هو حرمان الشعب الليبي من موارد النفط إلى أن يتم تحديد الشكل السياسي لليبيا، الوضع السياسي الجديد لليبيا، بالمعنى يعني عندما يتم تمكين حكومة وتبسط سيطرتها على الكامل التراب الليبي وتم القضاء نهائيا على الثوار، لأن الآن حتى حكومة السراج هي لا تسيطر على كامل طرابلس أو المنطقة الغربية، هناك بعض الأماكن لا تستطيع دخولها، لذلك فهي لم تسيطر على كل التراب الليبي، وكذلك بالنسبة للمنطقة الشرقية هناك درنة، هناك بنغازي، هناك مناطق في الكفرة، هناك أيضا في الجنوب في سبها في أوباري، هناك قوى ثورية لا زالت تؤمن بأهداف ثورة فبراير لا زالت خارج نطاق سيطرة هذه الحكومة التي تم تنصيبها في طرابلس، لذلك لن يتم تصدير النفط والاستفادة من عوائده إلا بعد أن تسيطر الحكومة التي يتم تنصيبها من قبل ما تسمى بالأمم المتحدة، بعد ذلك يتم تصدير النفط. أما الآن ففتح أو تسكير أو إعلان الجزاء عن بدأ التصدير أو إقفاله، هذه مجرد مناورات لكسب الوقت وينظرون بعين أخرى إلى ساحات القتال لمن سترجح الكفة، يأملون أن يحققوا انتصار في بنغازي ويبسط سيطرتهم على كامل بنغازي، وبعدها ينتقلون إلى درنة المحاصرة الآن تأتي في الأولوية الثانية، وأيضا سرت نجحوا في جر الثوار إلى مستنقع سرت لإبعادهم عن طرابلس ليتم سيطرتهم على طرابلس، هم الآن يخططون على في صراع مع الزمن لسيطرة على طرابلس، خصوصا عندما نعلم أنهم بدأت دخول بعض الميليشيات القبلية من ورشفانة إلى مناطق في طرابلس والخروج عملية استطلاع ميدانية كما نسميها من الناحية العسكرية، لذلك فعملية تصدير النفط له علاقة بالشأن السياسي وشكل الدولة في ليبيا والنظام السياسي الذي يريدون فرضه، وله علاقة أيضا بنتائج الصراع العسكري على الأرض، عندما يتم حسم الصراع العسكري على الأرض هذا ما يأملونه لصالحهم، وعندما يتم تثبيت النظام السياسي سواء كان شمولي مركزي على كامل التراب الليبي أو فيدرالي دكتاتورية مناطقية على مستوى الأقاليم، بعدها سيتم تصدير النفط والتحكم في إراداته عن طريق تلك القوة. هم عن طريق، سمعني النقطة الأخيرة، هم عن طريق هؤلاء الحكام العملاء يستطيعون التحكم في الموارد المالية للدولة، وبالتالي صرفها في أوجه لا تتعارض مع مصالحهم، مصالح تلك القوة على المستقبل القريب والبعيد. لذلك لا يريدون أن تصرف على التعليم أو البحث العلمي أو تطوير البلاد أو تطوير الإنسان الليبي ليواكب التطور، هم يريدون حكومة عميلة تصرف على جلب بعض السلع التموينية لكي يأكل المواطن الليبي ويتكاثر وفقط. أما إذن أستاذ إبراهيم الجذران لا يملك قراره في هذه، بحسب لا يملك قراره بالطبع، الجذران هذا موظف، الجذران موظف لا يتبع المؤسسة الوطنية للنفط ولا يتبع وزارة الدفاع، يتبع قوى خارجية. هذا زي الباندات في عهد الطليان، يعني باندا هي مجموعة عصابة محلية من الليبيين تخضع للحاكم الإيطالي، فهذا جذران نفسه باندة جذران، هذا الجذران